بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض درس رقم 80 رياضيات للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. وإن ما كنتش اشتركت في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وما تنساش تشترك في صفحتنا الصف الرابع الابتدائي المنهج الجديد، هسيب لك الرابط بتاعها في الوصف تحت الفيديو. هنبدأ درسنا النهاردة بفقرة اربط في كتاب التلميذ الكتاب المدرسي صفحة 71 الإرشادات. اقرأ المسألة التالية ثم اشرح طريقة حلك واكتب إجابتك. المسألة: تذهب هبة وأميرة إلى المدرسة سيرا على الأقدام معا، يستغرق سير هبة نصف ساعة لتصل إلى بيت أميرة، بينما يستغرق سير هبة وأميرة معا إلى المدرسة ربع ساعة، ما مجموع عدد الدقائق التي يستغرقها سير هبة للمدرسة؟ يمكنك الاستعانة بالكلمات والصور والأعداد والأمثلة لحل المسألة وشرح أفكارك. أولا: تذهب هبة من منزلها، ده منزل هبة، تذهب إلى بيت أميرة في وقت نصف ساعة، تستغرق هذه المسافة في نصف ساعة، ثم تذهب هبة وأميرة معا إلى المدرسة في مدة ربع ساعة. عشان نحل المسألة دي لازم نحول الكسور أو لازم نحول نصف ساعة إلى دقائق. طبعا احنا عارفين الساعة 60 دقيقة، إذن النصف ساعة يساوي كام؟ ممتاز، 30 دقيقة، والربع ساعة 15 دقيقة. وهنجمع الاتنين مع بعض، 30 زائد 15 يساوي كام يا أبطال؟ 30 زائد 10 يبقى 40، وخمسة يبقى 45، إذن 45 دقيقة. هنكتب مجموع عدد الدقائق التي تستغرقها هبة للذهاب إلى المدرسة 45 دقيقة. ننتقل لكتاب التلميذ أيضا صفحة 72 الإرشادات. أجب عن كل سؤال من الأسئلة التالية وارسم نموذجا لشرح أفكارك. السؤال الأول: هل تفضل الحصول على تلت أم ربع قالب شوكولاتة من خلال النموذجين المرسومين أدناه؟ أمامك نموذجين لقالب الشوكولاتة. أولا هنقسم النموذج الأول إلى 3 أجزاء بالشكل ده، إذن هذا الجزء اسمه ثلث أو تلت، وهنقسم النموذج الثاني إلى 4 أجزاء بهذا الشكل، الجزء ده اسمه ربع. يلا يا أبطال، لو بتحب الشوكولاتة هتفضل التلت ولا الربع الأكبر؟ طبعا التلت أكبر، إذن لو بتحب الشوكولاتة هتقول أفضل الحصول على تلت قالب الشوكولاتة لأنه أكبر. طب لو مش بتحب الشوكولاتة هتفضل الربع، ولكن توضح لأنك لا تحب الشوكولاتة فتختار الحجم الأقل. ونلاحظ أيضا في هذا النشاط أن المقام هنا 3 والمقام هنا 4، اللي مقامه أصغر هو اللي حجمه أكبر، اللي مقامه أصغر هو اللي حجمه أكبر. التلت مقامه 3، حجمه أكبر من الربع اللي مقامه 4. المسألة رقم 1 أيضا: هل تفضل الحصول على نصف أم ربع البيتزا؟ هنرسم مع بعض البيتزا بالشكل ده، وادي نصف البيتزا وادي ربع البيتزا. لو بتحب البيتزا طبعا هتفضل اللي حجمه اكبر اللي هو ايه؟ النصف. هتقول افضل الحصول على نصف البيتزا لانه اكبر. ونلاحظ ايضا ان النصف مقامه 2 والربع مقامه 4، اللي مقامه اصغر هو اللي حجمه اكبر، ما ننساش الكلام ده. شوف المسألة رقم 2: هل تفضل الحصول على سدس أم تمن زجاجة عصير؟ تمن أو سدس زجاجة عصير؟ النموذج الأول لزجاجة العصير قسمناها ل6 أجزاء، والنموذج الثاني إلى 8 أجزاء. يلا أبطال، السدس ولا التمن الأكبر؟ طبعا السدس أكبر. لو بتحب العصير هتكتب أفضل الحصول على سدس زجاجة العصير لأنه أكثر. طبعا السدس مقامه 6 والتمن مقامه 8، اللي مقامه أصغر هو اللي حجمه أكبر. شوف المسألة رقم 3: هل تفضل الحصول على ربع أم سدس كيس الحلوى؟ كيس حلوى، هنرسم نموذج لكيس حلوى ومقسم إلى 4 أجزاء، والنموذج الآخر مقسم إلى 6 أجزاء. لو بتفضل كيس الحلوى طبعا هتفضل اللي حجمه أكبر اللي هو الربع. هنقول أفضل الحصول على ربع لأنه أكبر. نلاحظ أن الربع مقامه 4 والسدس مقامه 6، اللي مقامه أصغر هو اللي حجمه أكبر. ننتقل لسؤال التحدي في كتاب التلميذ صفحة 73. 1: رتب الكسور التالية من الأصغر إلى الأكبر. يمكنك الاستفادة مما تعلمته عن كسور الوحدة. كسور الوحدة اللي هو البسط 1. طيب قبل ما نرتب الكسور يا أبطال هنشوف نموذجين، النموذج الأول هنقسمه لنصفين والنموذج الثاني هنقسمه إلى 8 أجزاء، يعني هنا جزئين
اللي هو النصف، وهنا 8 أجزاء اللي هو التمن. نلاحظ النموذج الأول الجزء الواحد نصف، والنموذج الثاني الجزء الواحد تمن. هنا التمن مقامه 8 وأدي حجمه، وهنا النصف مقامه 2 وده حجمه. نستنتج إن اللي مقامه أصغر حجمه أكبر. بناء على هذا هنرتب الكسور اللي معانا. نشوف أكبر مقام وهو ده أصغر كسر، وهنكتبه الأول لأنه هيرتب من الأصغر إلى الأكبر. أكبر مقام عندي 1 على 12. 1 على 12 ده أصغر كسر، هنعلم عليه ونكتبه الأول. اللي أقل من 12 على طول يا أبطال، العشر ولا السدس ولا التمن ولا النصف ولا الربع؟ ممتاز، العشر هنعلم عليه ونكتبه بعديها، لأن احنا بنرتب من الأصغر إلى الأكبر. 1 على 10 أكبر من 1 على 12. اللي أكبر من 1 على 10 يا أبطال؟ ممتاز، 1 على 8 هنعلم عليه ونكتب 1 على 8 اللي هو التمن. اللي أكبر من التمن مباشرة، ربع ولا تلت ولا سدس؟ ممتاز، سدس هنعلم عليه ونكتبها. واللي أكبر من السدس طبعا الخمس، هنعلم عليه ونكتبها. واللي أكبر من الخمس الربع، هنعلم عليه ونكتبه. ثم الثلث اللي هو التلت، هنعلم عليه ونكتبه. ثم بعد ذلك النصف. الترتيب من الأصغر إلى الأكبر: 1 على 12، 1 على 10 عشر، 1 على 8 تمن، 1 على 6 سدس، 1 على 5 خمس، 1 على 4 ربع، 1 على 3 تلت، 1 على 2 نصف. أكبر كسر فيهم اللي هو النصف. المسألة رقم 2، اكتب مسألة عن الكسور تبدأ بجملة هل تفضل الحصول على لأحد أصدقائك لكي يحلها؟ هنكتب مسألة مثلا هل تفضل الحصول على سدس أم تمن زجاجة العصير؟ هتخلي زميلك يحلها، وحلها ممكن نكتب أفضل الحصول على سدس زجاجة العصير لأنه أكثر، السدس أكبر من التمن. المسألة الأخيرة اللي هي فقرة تأمل في كتاب التلميذ صفحة 74 الإرشادات: تأمل ما قد تعلمته عن الكسور على مدار الدروس الماضية، ثم أجب عن السؤال التالي واشرح أفكارك. السؤال: متى نحتاج لاستخدام الكسور في حياتنا اليومية؟ فكر في 3 طرق مختلفة يمكنك استخدام الكسور فيها واكتبها. ممكن نكتب: نستخدم الكسور عند تقسيم بيتزا، أو نستخدم الكسور عند تقسيم فطيرة بالتساوي، أو ممكن نكتب: نستخدم الكسور عند تقسيم قالب تورتة. وكل تلميذ يكتب استخدامه للكسور في حياته اليومية، سواء كان يقسم فلوس أو يقسم جبن أو يقسم قطع حلوى أو يقسم أي شيء. بكده إن شاء الله نكون قد انتهينا من درس اليوم. والناس اللي بتسأل على منهج الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله سوف نقوم بشرح المنهج كامل بإذن الله على هذه القناة، وهكمل شرح بإذن الله في رياضيات وعرب الصف الثالث الابتدائي حتى ينزل المنهج الجديد. والمنهج الجديد اللي هو منهج الصف الرابع لسه ما فيش حد يعرف عنه أي حاجة حتى الآن، ولكن كلها توقعات. إن عجبك الدرس اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان غيرك يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.